عليكم ورحمة الله مرحبا يرفق بكم. السلام عليكم ورحمة الله أكبر. السادة الحضور مرحبا بكم مرحبا يرفق بكم. علاش راه يستناك هذا غير بديت؟ هيا هيا صاي ولدي صاي. هيا شابة ها زينات. طاح ولا ماله من في اطار دائما في اطار سلسله العمليه التضامنيه التي تشرف عليها مديريه النشاط الاجتماعي والتضامن بالتنسيق مع المجتمع المدني. نظمت اليوم 4 ابريل 2024 مديريه النشاط الاجتماعي والتضامن بالتنسيق مع جمعيه لقاء شباب الجزائر وكذلك الهلال الاحمر الجزائري عمليه ختان اللي شملت اليوم يعني بمستشفى النعامه حوالي 15 طفل يعني من الايتام، وكذلك بنفس العمليه كانت على مستشفى شنفه بمشريه حيث تم ختان 60 طفل، ونفس العمليه كذلك بعين الصفراء. والحمد لله يعني كان واحد الجو جو عائلي. شكر للسلطات المحليه والجمعيه اللي تكفلت بهذ الاطفال بمناسبه الختان وبمناسبه ليله القدر، وان شاء الله تعم كاع ولايه الوطن المبادره هذه تعم كاع ولايه الوطن. مبروك كلشي بصحتهم وكلشي، وراهم نافعيننا ونايضين معانا ودولتنا والحمد لله.